أكيد ليا، رح نحكي عن موضوع مهم. رح نحكي اليوم بمساحتنا الطبية برحلتنا الصباحية عن السلس البولي عند النساء بعد الولادة، عند كبار السن من النساء، في كتير يمكن حتى من الأمراض ممكن تؤدي إلى السلل البولي. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور محمد عزام، استشاري في جراحة الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح خير دكتور. يعني بالبداية بس خلينا نعرف شو هو السلس البولي وشو فرق بين السلس البولي عند النساء أو عند الرجال. هلأ بداية لحتى يعرف الشخص إذا بيعاني من سلس بولي أو من أعراض مشابهة. أوكي. السلس البولي هو خروج للبول بطريقة غير إرادية. يعني هو بمرحلة بيكون قاعد جالس عم يشتغل بفترة نشاطه اليومي، ما بيلاحظ إلا خروج لكمية من البول، تختلف حسب شدة الحالة. تمام. وفي له أنواع، طريقة العلاج تختلف بحسب الأنواع، والأنواع تختلف بحسب السبب. طيب خلينا نحكي بالبداية البولي عن الأسباب. يعني كثير بنسمع عن السلس البولي عند كبار السن عند النساء، خلينا نحكي بعض الأسباب التي تؤدي إلى السلس البولي. كتعريف بيتشابه بين الرجال والنساء السلس البولي، لكن الاختلاف كأسباب بسبب الاختلاف التشريحي والاختلاف في تركيبة الجهاز البولي عند الجنسين. السلس البولي بيصنف لعدة أصناف، أهمها هو السلس البولي الجهدي stressful urinary incontinence، وفي الأرج السلس البولي الإلحاحي، وممكن يكون متشارك بين السببين فبنسميه مختلط mixed، وفي functional over active هذا فعالية مثانة أكثر، وسلس بولي وظيفي. هدول أهم الأسباب، أهم الأنواع اللي بيعانوا منها الناس واللي بيراجعونا بالعيادة بشكل يومي. يعني نعم دكتور، في كتير أعراض من الأمراض بيترافق مع سلس بولي، خلينا نذكر أبرزها. يعني اللي بياخد حبة ضغط يمكن بيصير كتير بيبول. حد نعم. أنواع تماما، خلينا نحكي الضغط. حكيتي إيه ملاحظة كتير مهمة في كتير ناس، إنه أنا باخد ضغط بيجي خلص أنا باخد ضغط فيعني عادي صحيح إني عاني من سلس بولي. لا، هذا الأمر خاطئ. السلس البولي الدواء الضغط بينظم الضغط عن طريق الإدرار، زيادة إنتاج البول. هذا تأثيره على الكلية. تمام. على الكليتين. التبول والسلس البولي هو خلل لا علاقة له بالكلية، له علاقة بآلية التبول. يعني خلينا نعطي المشاهدين فكرة عن كيف بيتم التبول. المثانة، هل هي عبارة عن كرة عضلية فينا نوصفها بأنها خزان للبول. تمام. هي المسؤولة عن موضوع التبول والسلس البولي. بالإضافة هاي التركيبة مكونة طبعا من المثانة والمعصرة اللي هي مخرج البول. خلال الفترة الساعات البول بيضل بيتجمع، بينتج بشكل مستمر طبعا من الكليتين، بينتقل للمثانة بيتخزن. المثانة بتتمدد بشكل مستمر لتوصل لحد معين. في مستقبلات بالمثانة، بجدار المثانة بتخبرنا قديش فيها المثانة بول. يعني في شخص بيقلك أنا لسه لا مالي محصور بقعد ساعة، شخص ثاني لا بيقول أنا معي خمس دقائق ما بقدر أكثر من هيك. هي المعلومات بيعرفها من خلال وجود مستقبلات بالمثانة. أي خلل بالعضلة أو المستقبلات أو الجهاز العصبي يلي بيعصب المثانة، وأي خلل إضافي لمخرج البول اللي هو المعصرة بيؤدي لأنه يعاني المريض من سلس بولي. طيب دكتور خلينا نحكي عن هيدا الخلل. يعني نحن بنسمع مثلا لنحكي عند النساء أنه بعد الولادة أو خلال الحمل أو في عمر متقدم بيصيب بعض النساء من خلال خلل مثل ما قلت بهي التفاصيل الطبية، شو الأسباب؟ يعني شو الخلل اللي ممكن يؤدي؟ في عدة حالات أكيد، بس نحن مثلا نسمع عنا مثلا بعد الولادة مراحل الحمل بيكون مثلا الوزن الزايد ممكن يؤدي، وعم نسمع هلا عن جديد
عمر متقدم اللي عنده نقص تروية في الدماغ ممكن يأثر على بعض المناطق الحسية العصبية تمام. ممكن تؤدي إلى سلس بولي. تمام مثل ما حكينا. هلا نحن رح نحاول نتوسع بموضوع اللي حضرتك عم تطرحيه مشان نوصل فائدة أكبر للمشاهدين. تمام نحكي بديتيلز حول موضوع نوع معين من السلس البولي اللي هو شائع كثير عند النساء سواء المتقدمين بالعمر بعد مرحلة سن اليأس بيسموه أو خلال فترة الولادات المتكررة بيعانوا من سلس بولي بس الطبيعية مش القيصري هون ولا الطبيعية تماما طبيعية. الفكرة اللي بتصير عند الولادات المتكررة إنه خلال الولادة بيضعف عضلات الحوض وبتصير في تمزق بالأربطة يلي هي ماسكة المثانة وعنق المثانة. نحن حكينا انه المثانة وعنق المثانة يفترض يكونوا مثبتين بالحوض بعضلات وأربطة. لما بتكون في ولادات متكررة واحيانا بيصير في مشاكل بيعانوا خلال الولادة فبتضعف هي العضلات عضلات الحوض والأربطة فبتصير المثانة رخوة. فالمريضة بتجي لعنا شو بتقول؟ انا لما بسعل او بعطس بينزل البول بنسميه سلس بولي جهدي نتيجة وجود ضغط داخل البطن أي سبب سعلة ضحكت بدها تقوم حملة غرض ثقيل عم تلعب رياضة أدى لأنه زيادة الضغط داخل البطن. هذا الضغط جوا البطن بينتقل لوين؟ للمثانة. المثانة ما بيكون في هبوط هون بيكون في هبوط عمق المثانة أو هبوط رحم أو هبوط مستقيم كلهم بيضعفوا عضلات الحوض. لهيك نحن كتير مهم إنه نحدد السبب لأنه بتختلف بين الهبوط بين سبب تاني. ذكرتي حضرتك إنه نقص التروية بيخلي عند المريض مشكلة في آلية التعصيب والتحكم يعني مشكلة هون تختلف بين الولادات المتكررة وبين نقص التروية. وفي سبب تاني ثالث كمان حضرتك ذكرتي التقدم في العمر بيؤدي لنقص هرمون الاستروجين. طبعا هرمون الاستروجين بيؤدي نقصه لضمور بالمعصرة اللي هي بتتحكم بمخرج البول فكمان بتؤدي لسلس بولي جهدي. نعم دكتور خلينا نرجع شوي بالزمن للصبايا لكل حدا بتسمع انه عنده بالعيلة ممكن هذا العارض من ستة من امها من قرايبينا كيف فيها تحافظ على صحتها ما توصل لمراحل متقدمه ما تنصاب بالسلس البولي فيها تمام اوكي خلينا نحكي كيف بدايه قلنا انه في اسباب هرمونيه لازم نحن نراجع الطبيب بدايتها قبل ما طب شو بيحسوا يعني شو الاحساس وقد ايه المده الزمنيه المفروض نقول لا هذا شيء سليم ما مثل لما المريض بيصير بيخرج البول بطريقه غير اراديه يفترض يراجع الطبيب فورا. لان هذا السبب اما يكون سبب بسيط ادى لهذا العرض فقط او سبب خطير ادى لهذا العرض لكن في سبب داخلي نحن يفترض نعالجه مثل مثلا انتان بولي حصيات بالمثانة كتلة معينة ضاغطة على المثانة أو عنق المثانة عم تسكر مخرج البول فيفترض لما بيلاحظوا هذا العرض يراجعوا الطبيب. نحن بنعمل عدة تحاليل وفحوصات تمام يعني بالبداية فحوصات بسيطة مثل تحليل البول بنشوف إذا في انتانات بولية الإيكو جهاز البولي منشوف إذا في كتل ضاغط على المثانة أو منشوف إذا المثانة عم تتعبى بشكل كافي وعم تفرغ بشكل كافي هي الآلية سليمة. في ممكن تحاليل أكثر استقصاء هي اليورو دايناميك بنسميها هون لما يكون الموضوع متعلق بالمثانة والكلى هذا ومن النصائح اللي كمان ممكن أنه تهتم فيها الصبية لحتى مستقبلا ما تعاني الصحة البدانة بتضغط على المثانة بتعطي وزن إضافي على المثانة فبتعاني من سلس الدخان طبعا بطريقة غير مباشرة التدخين عن طريق السعلة المزمنة على طول في سعلة دائما فبيؤدي لأنه يضعف عضلات الحوض. الإمساك المزمن دائما الشخص عم يبذل جهد وضغط على الحوض نتيجة وجود إمساك مزمن فهي الأسباب إذا بنتلافها
طيب دكتور خلينا نحكي عند النساء، لما نقول يعني دائما الحالة تختلف، كل حالة إلى علاج حسب الحالة، بس النساء اللي عندهم مثلا سلس بولي من خلال فينا نقول الولادات المتكررة وبنسمع كتير من خلال ضعف العضلة، كيف بيتم علاجها؟ يعني لما أنا إذا كشفت عن هي الحالة مبكرا قديش بيستفيد من طرق العلاج؟ وإذا في نحن بنعرف من أمهاتنا، لأنه سابقا كان في عندك الأم بتجيب 7-8 أولاد مش مثل هلا. عادي. صحيح. هو الهاجز هلا عند الصبايا انه خوفهم بسبب تاثير على العلاقات الاجتماعيه. صحيح. يعني هو له تاثير سيء السلس البولي بانه بيخلي الشخص غير مرتاح منطوي اكثر. صحيح. ما قادر انه يمارس نشاطه الاجتماعي بشكل خصوصا عند الكبار يعني بياثر عليهم بشكل نفسي مراحل متقدمه بالعمر. في كثير مهم مرحله التغذيه. يعني اللي بيعاني من سلس يبعد عن البهار، الحد، الكافيين، القهوة الصباح مستحيل طبعا حدا يبعد عن القهوة والنسكافيه، كل شيء فيه كافيين بيؤدي لزيادة تخريش المثانة وانقباضاتها. يعني ممكن نوصل بالأخص اللي بيعانوا من أوفر أكتف بلادر، هي بنسميها مثانة نشطة كتير، يعني على أي تنبيه بتنقبض، دائما في انقباضات للمثانة، مثانة عصبية. إيه بالإضافة إنهم في تمارين معينة بيعملوا ولا الحوض مشان تقوية عضلات الحوض، شد العضلة. صحيح. مثل أي تمارين هي الهيك صح؟ لا لا لا, لا مو تمارين، هي رياضة، هي كتير مهمة، هي كتير مهمة عضلات لشد الحوض كمان. بس هي خارجي، نحن عم نحكي على الداخلي. هي شو بيعمل المريض؟ بيحاول انه يقبض المريض الصبيه انه تعمل انقباض لعضلات الحوض. عضلات الحوض هي وجاسه، هي وماشي، يعني هي الاليه داخليه لعضلات الحوض لمده ثواني معينه وبترخي، ثواني معينه وبترخي تقريبا 10 مرات، بتساويها تقريبا بتمارسها لمده 3 مرات باليوم ل5 مرات باليوم. هي الاليه منرجع نحن النشاط العضلات السابق. تمام. هي الفكره. يعني نحن السبب عالجناه بانه لغينا السبب، رجعنا للنشاط الاول. الرياضه، الرياضه كثير مهمه. نعم دكتور. يعني بس عفوا نور، بدي احكي بنقطه قبل ما نختم. نحن كثير ركزنا اليوم على السيدات عند السلس البولي وما حكينا عند الرجال بحلقات جاي ان شاء الله، ولكن الاستفسار الاخير يعني عند السيده وقت تقرر انه هي خلص مثلا ما عاد بدها تجيب اولاد او تتعرض لعمليه قيصريه، ما بينشد ما بتنشد عضلات المثانه بالمعيه مثلا المراحل المتقدمه؟ لا بدون اي يمكن اي لا ما بجراحه، ولكن ما تكون موصله لمراحل متقدمه جدا، ممكن للاحتياط انه ما توصل لهالمرحله تماما يلي حكينا فيه. تمام. وفي مرحله خط ثاني هو خط الدوائي، في علاج دوائي كثير فعال هلا بموضوع السلس البولي. اخر خط علاج هو العلاج الجراحي، طبعا العلاج الجراحي كثير بسيط، يعني نحن بنسميه في هلا الاحدث الانواع العلاجات الجراحيه هو تعليق المثانه. طبعا نحن بتعليق المثانه هو عباره عن شريط بنثبت فيه عنق المثانه، ثلاث جروحه صغيره بالتمام، يعني ما فيها الجرح الكبير، بتقوم المريضه بتروح على البيت. كتير فعال وكتير بيعطي نتائج إيجابية. بنسميها تي في تي أو تي أو تي، أنواع طبعا العلاج، شريط بسيط. نحن بالعلاج الجراحي على فكرة ما بنبتدع شيء، نحن بنرجع المثانة لوضع الطبيعي، هذا هو العلاج يعني، والنتائج بتكون كتير حلوة، فله علاج. لا ما في أكيد. بدنا نشكرك دكتور محمد عزام، استشاري في جراحة الكلى والمسالك البولية، ونتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا كثير. إن شاء الله دائما نضلوا بخير. شكرا كثير. سنة حلوة عليك كمان دكتور. شكرا كثير لك.